دلوقتي مشاهدينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس. كمان هيسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. النهاردة هتنظم جمعية الإعجاز العلمي المتجدد بالقاهرة بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وده يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في مجال الإعجاز العلمي من مصر وتسع دول عربية وإسلامية. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون في تمام الساعة 5 عصراً، ومباراة إيفرتون مع فولهام في تمام الساعة 7:30 مساءً. لعشاء الكرة الأسبانية أيضاً موعدهم النهاردة مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 11 من عمر المسابقة، هيلتقي بلد الوليد مع فياريال في تمام الساعة 3 عصراً، وفي تمام الساعة 5:15 هيلتقي رايو فاليوكانوا مع ألافيس، والساعة 7:30 مساءً هيلتقي لاس بالماس مع جيرونا، وفي الساعة 10 ليلاً هيلتقي ريال مدريد مع برشلونة.